اللي كيدير شي صباغه ديال الميتاليزي الخوت راه تيحط لكم شي عود ما فيه ميتشر. خوت السلام عليكم، اينوفليكس عند رشيد الخوت، اجي تشوفوا كي دايره الديزاين ديالها. السميه ديال رشيد رابه، اينوفليكس 20 عام الخوت، العبار والكارانتي وكل شيء. باش اللي صايب صالون عند رشيد ولا شي حاجه كنعرف المطله ديالي وكنعرف كل شيء. قلبوا لي الغوت ديال العود، الغوت ديال العود. السلام عليكم، اينوفليكس عند رشيد الخوت، اجي تشوفوا كي دايره الديزاين ديالها. السميه ديال رشيد رابه، اينوفليكس 20 عام الخوت، العبار والكارانتي وكل شيء. باش اللي صايب صالون عند رشيد ولا شي حاجه كنعرف المطله ديالي وكنعرف كل شيء. خوت السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم بخير، نهار جديد، فيديو جديد، سلعه جديده. هنا الخوت جينا للمدينه ديال خريبكا عند واحد الناس الكليان ديالنا من الباج ديالنا وداك الشيء معرفين علينا كيشوفوا خدمتنا كي دايرين. تصلوا بينا الخوت، جينا صيبنا لهم الصالون، صيبنا لهم الخوت ديزاين ديال الاس، مخود من ديزاين ديال الباطو ديال تيتانيكا الخوت، كيما شفتوا عندنا في المدينه ديال تيفلتا الخوت، كيما كتشوفوا الخوت، جينا ضربنا الديزاين ديال السقف الخوت، كيما كتشوفوا رشيد كان ديما كيقلب على الجد هذا الديزاين ديال السقف هو اللي كاين في الدار هنا كامله الخوت، جينا لعبنا على هذا الديزاين هذا وطلعنا ليه زوين، جينا الخوت ضربناه حتى هو في هذا الديكوراسيون هنا. الناس العشاقه ديال العود المزيانين، انا ماشي كنقول لكم على الصباغه ميتاليزي ما ديروهاش ولا ما ديروهاش، اللي كيدير شي صباغه ديال الميتاليزي الخوت راه تيحط لكم شي عود ما فيه ميتشر، حنا كنحطوا لكم ديزاين العود باش تمتعوا الخوت بهذا الرماج وهذا الديكوراسيون وهذا الشيء هذا كامل الحلاوه ديال العود باش تشاف الخوت وتفهم الديزاين ديالو. جينا الخوت هنا ضربنا واحد ليزيطاجير زوينه بحال الديزاين اللي كتعرفوا علينا به، جينا عاوتاني ختمناها الخوت بالمجر السري عاوتاني. الناس ديال المصيحفات سيدي ولا رمضان الصلايات والديزاينات كاملين اللي كتشوفونا، الناس اللي كتعرفنا وكتثق في رشيد راه كتشوفنا انا وخويا خالد الياس غير في التليمطات وداك الشيء. هذا المسار ان شاء الله حطينا الصالون، ان شاء الله غيدوز واحد شويه ديال الوقت ان شاء الله وغنصيبوا لهم حطيطه ديال التليمطات وكل شيء ديالها ان شاء الله غادي تشوفوا معنا الفيديو الثاني. الخوت جينا حتى للصالون غنجيبوا الخوت كما كتشوفوا كيفاش كنقول لكم الخوت ديزاين سامبل الخوت وخوت من ديزاين ديال السفينه ديال تيتانيكا الخوت حنا مازال كنقولوها لكم. الناس ديال الاس العود حتى هو الخوت راه عود كاليتي غليظه، اللي كيعرف الاس الخوت راه كنصايبوه ب 5 سنتيم حتى 6 سنتيم الخوت. قلبوا لي الغلط ديال العود الخوت، وريهم الغلط ديال العود. ها انتوما الخوت كما كتشوفوا ضربنا التكايه، انتوما راه تبارك الله وليتوا عارفين في هاد الديزاين تاع الخوت ديال التكايه وليكودوار وداك الشيء، وانتوما عارفين دا بحال القاعده ديالنا بحال ديما التكايات الصح وداك الشيء، حنا الناس معوله علينا في هاد الديزاين ديال الصح. اجي الخوت نوريكم الديزاين ديال الطابله كيما كتشوفوا الخوت، الطابله حتى هي خدينا من الديزاين ديال السقف، يعني صالون كيولي صالون ديال دارك كيما قلنا لكم في فيديو ديك المره، ومازال دابا غادي تشوفونا ان شاء الله غنديبلاصو حتى للمدينه ديال واتزم غنحطو صالون عند السي عزيز الزاوي. الناس اللي كيديروا فينا الثقه وكيعرفونا وكيعرفوا الديزاين ديال الخدمه ديالنا والشكل ديالنا راه حتى من الطبله هي صايبناها، ها هي الديزاين ديالها. وين الناس اللي كدير فيك الثقه كاين اللي كيقول لك ها الصالون ديال الدار شوف اللي غيبان لك فيه واللي غيخدم لك واللي غيبان لك ديالو. كما الخوت كما شدينا الديزاين ديال الطابله ها هي ضربناها، جينا حتى لهنا الخوت مجيرات كما كتشوفوا الناس اللي كيديروا فينا الثقه، الناس ديال الفريشيطات، الناس ديال السترابات، الناس ديال داكشي شي حاجه كما كتعرفوا بحال القاعده. الديزاين بالاس الخوت مازال غتشوفوا معنا الاس عاوتاني المدينه ديال قنيطره عاوتاني بطليمطاتو وداكشي ديالو كلشي الخوت غادي تشوفوه معنا عاوتاني. مجير حتى هو كما كتشوفوا لا فينيسيون من الداخل كامل مفيني الخوت من هنايا وكلشي لا الحمد لله. ايوا اش غادي نقول لكم الخوت 100000 مرحبا بكم، عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد، وحنا عاوتاني غادي نبقاو كملي معايا الفيديو. قلنا لكم الخوت من خريبكا لواتزم.
عليكم. ولا رحنا كنا في مدينة ديال خريبكة ودابا جينا للدار عند خويا عزيز تبارك الله ولد الخير كبر بينا. بغيت نوريكم الصالون ديال السي عزيز. النهار اللي دخلت للدار عند السي عزيز هزيت عينيا في السقف كنشوف الديزاين ديال السقف وهاد الزواقع اللي كتشوفوا فيها، وطرحت على السي عزيز الفكرة ديالي وعجباتو الفكرة ديالنا وعجبو الديزاين ديالنا وعجبو كلشي، وصيبنا الخوت الديزاين ديال الصالون السدالة اللي ضربنا. شوف الصالون كي داير، ضربتو بالديزاين ديالو مفتوح، الديزاين ديال الماط بحال هذاك الصالون اللي شفتو ديال اس اللي مخوذ من الديزاين ديال تيتانيك بحال هذاك الديزاين. هي حنايا قلبنا كل موديل درنا ليه بوحدو تبارك الله. كيما كتشوفوا شوفوا لي الطابله كي دايره تبارك الله. نتوما راكم تعودتوا معنا على الطويبلات وعلى الديزاينات اللي كنحطوا الخوت. شوف لي لي صندري كي دايره، اللهم بارك وزيد في ذلك. نقادو هاد الصالون غنقادو لهم الريدوات والطليمطات. شوفوا لي اخوتي الكوان، شوفوا لي ماطلة ميديكال بالسنية ديال رشيد رابو الخوت. شوف لي اللهم بارك وزيد بارك. العرض ديال الصالون درنا فيه 75. حنا دابا الخوت راه حنا في مدينة ديال واتزم، من خريبكة جينا للمدينة ديال واتزم قادينا فيها الصالون قادينا فيها كرسي. جينا الخوت للديزاين ديال الطابلة، ما نعرفش ليكم على الطابلة كيفاش الديزاين ديالها. الجيرات كما كتشوفوا قادينا الخوت على المجيرات الطابلة عاوتاني روينا الخوت كما عارفين بحال القاعدة ديالنا كنصايبو كلشي الخوت وكنريبلو كلشي. اللي كيقول لنا شي حاجة راه كنتهلاو فيه وكنريبلو ليه الأمور ديالنا بخير ولا خير. لا أنا لا خويا خالد ليا صغير في الطليمطات ديالو والديزاين ديال الخيطة ديالو الله يعطيه الصحة. خويا خالد مكانش معنا اليوم دركا نشرو نوريكم الخوت الكليسة ديال الصالون طيباس والطابلة ديال التلفازة الخوت. أجي تشوفو معنا الخوت على الخوت، اللهم بارك وزيد في ذلك. ديزاين سامبل الخوت مع حاجة وحدة ما كندخلوش على الكليان ديالنا في الديزاين وفي الشكل. هانتوما الخوت كيما كتشوفو لي زاكات كلشي كيرجع لبلاصة الخوت. داكشي اللي كنركبو في الكوزينة ديال البلاكارات ديال الكوزينة وداكشي كنركبو في أي بلاصة الخوت. شوفو الخوت مزيان طابلة ديال التلفازة الصالون ضربناه طيباس سامبل ضربناه بالكليسة ديالو بالماطلة ديالو إن شاء الله الرحمن الرحيم. كيما كتشوفو الخوت هاد الكليسة هاد الديزاين ها كلشي ان شاء الله يمكن لهم يجلسوا جوج الناس فيهم. الماطله ديالنا عاوتاني راه الديزاين ديال السنيه. جينا لهذا الخوت ضربنا طويل درنا حدا واحد ليزيطاجير ان شاء الله الرحمن الرحيم باش غادي يدير فيها بلا ماشي بليز يحط شي لعيبه ديال الضو هنايا كتبان كلشي ديالهم. والخوت كما كتشوفوا راه حنا ما كنخلوش على الكليان ديالنا بحاجه زوينه بحاجه المفنه الحاجه الرائعه ما كنخلو على حتى شي واحد بشي حاجه. اللي بغى عندنا شي حاجه راه كيجي عندنا كنتعاملوا معاه كنصيبوا ليه داكشي زويون كنقادوا ليه داكشي بالذوق ديالو بالذوق ديالنا حنا الحمد لله وكنكملوا بعضياتنا. بغيت نقول لكم واحد الحاجه الخوت ديروا جيم تابوناو عندنا بحال القاعده وزورونا في القناه ديالنا لا في اليوتيوب لا في انستغرام لا في الفيسبوك ديالنا رشيد رافا رشيد رافا رشيد رافا. ومرحبا بكم ها النمره ديالنا 0 61 79 29 99.